إنه علي رضي الله عنه وارضاه، إنه حيدر خيبر يا أحبابي إخواني في الله، إنه صاحب الراية رضوان الله عليه. من أين نبدأ في هذا البطل يا أحبابي إخواني في الله؟ والله ما قلته يا أحبابي إخواني في الله إلا ما هو إلا شعاع من شمس سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه وكرم الله وجهه ورضي الله عنه وعن يا أحبابي وعن جميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبي الهدى وبحر الندى وأكرم الناس جودا ويدا. أحبتي وإخواني في الله، أسعدكم الله سعادة لا شقاء بعدها بإذن الله أبدا. أيها الأحبة في الله، مواقف لا تنسى ولا تنساها أمة النبي محمد أبدا، كما قلنا في كل مقدمة أيها الأحبة، لأنها وقعت وقام بها رجال رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. بطل الليلة حكاية كبيرة جدا، ورب الكعبة أي والله، إنه زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه تربية النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه زوج رضوان الله عليه حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وبضع النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يا أحباب إخواني في الله زوج امرأة هي أحباب إخواني في الله سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء أهل الجنة أحباب إخواني في الله، وأحباب إخواني في الله، ووالد لسيدي شباب أهل الجنة رضوان الله عليه. إنه من يا أحبابي؟ إنه ذو الفقار رضي الله عنه وارضاه، إنه علي رضي الله عنه وارضاه، إنه حيدر خيبر يا أحباب إخواني في الله، إنه صاحب الراية رضوان الله عليه. من أين نبدأ في هذا البطل يا أحباب إخواني في الله؟ والله ما قلته يا أحباب إخواني في الله إلا ما هو إلا شعاع من شمس سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه وكرم الله وجهه ورضي الله عنه وعن يا أحبابي وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين نبدأ؟ أقول أيها الأحبة في الله، إنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرف النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعوة وبعد الدعوة رضي الله عنه وارضاه. عث سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه يا أحبابي إخواني في الله كان في كفالة رسول الله وهو ابن 6 سنوات، ركز، يعني في بيت النبي اللي عنده 6 سنوات رضي الله عنه وارضاه. فلما بلغ العاشرة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله الواحد القهار، فكان أول من أسلم من الصبيان هو، كان رضي الله عنه وارضاه أول من أسلم من الصبيان هو، وكان أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أول من أسلم من الرجال، وكانت أمي وأمكم خديجة رضوان الله عليها أول من أسلم من النساء. يوم أن أسلم رضي الله عنه بطأ مواقفه لا تعد ولا تحصر، ولكن أهديها لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ليتدبروا سيرته ويتطلعوا يا أحباب إخوان في الله على حياة هذا الرجل يا أحباب، إنه الأسطورة علي رضي الله عنه وارضاه، أسطورة وهو صغير، وأستغفر الله من كلمة وهو صغير، بل هو كبير في صغره رضي الله عنه وارضاه، علي رضي الله عنه وارضاه، أول يا أحبابي من أسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقلد النبي في كل شيء رضي الله عنه وارضاه يا أحبابي إخواني. أول ما أبدأ به يا أحبابي إخواني في الله أقول يا أحبابي، علي رضي الله عنه وارضاه في فراش رسول الله، مع أنه كان شاب حديث السن يا أحباب إخواني في الله بعد الصلاة على سيدنا رسول الله، ربما لم يتجاوز 17 سنة، 17 سنة رضي الله عنه وارضاه سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، يقوم بأحبابي بموقف لا يقوم به إلا العظماء لما ولا، وهو تربية النبي صلى الله عليه وسلم. ما الأمر؟ تتذكرون يوم أن اجتمعت قريش على رسول الله يا أحباب إخواني في الله، ونزل قول الحق تبارك وتعالى أحباب إخواني في الله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اجتمعوا في دار الندوة على ماذا أحباب إخواني في الله؟ على قتل رسول الله، كان هذا هو الرأي الأخير، على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم يا أحباب إخواني في الله. وقيل أن الذي قاله هو أبو جهل، وبعض الروايات قالوا أن الشيطان جاء في صورة رجل من نجد، ولكن قد صححت الروايات أن الذي قال ذلك هو أبو جهل يا أحباب إخواني. ما الذي اتفقوا عليه يا أحباب إخواني؟ اتفقوا على أن يأتوا من كل قبيلة يأتون برجل قوي يا أحباب، ويعطى سيفا بطارا قد شحز بالسم يا أحباب إخواني، يضربون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد ليتفرق دم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يقاتلوا جميع القبائل يا أحبابي، لأنهم يأخذون من كل قبيلة فتى أحباب إخواني، يعني العدد 40 قبيلة. لما؟ لأن العدد 40 شاب قوي يا أحبابي إخواني. وبالفعل قد اجتمعوا، فينزل جبريل على رسول الله يقول له لا تنم في
في فراشك في هذه الليلة. طب من الذي ينام يا أحبابي؟ يأخذ النبي بالأسباب فيدخل على علي ويقول له يا علي نم في فراشي وسوف يحدث كذا وكذا، ولكن اعلم يا علي، اسمع إلى الثقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى ثقة النبي في ربه يا أحبابي إخواني في الله. قال ولن يخلصوا إليك يا علي، يعني مش حدش حيلمسك بحاجة يا علي. فقال علي بلسان الحال: أفتديك بأبي وأمي يا رسول الله وبنفسي قبلهما. وبالفعل جاءت الليلة ونام سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. يا جماعة، سيدنا علي سوف ينام في فراش رجل قد طلب للقتل يا أحبابي، أو مطلوبا للقتل، إنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالفعل قد نام يا أحبابي إخواني في الله نوما هنيئا بدون خوف ولا هلع ولا يا أحبابي. لما؟ لأن الإمام علي تربى على يد رسول الله، والله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس، قال الله رب العالمين: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هل تخيلت هذا الموقف؟ وبالفعل يا أحبابي نام مكان رسول الله وتغطى ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريه لشبابنا، أين أنتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين أحباب سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو علي الذي قال بالفعال: رددي يا جبال، رددي يا سهول، أننا بالفعال نقتدي بالرسول. افتدى سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم. هل وعت الأمة يا أحبابي؟ هل وعى الشباب يا أحبابي إخواني في الله الذين قد شغلوهم بالقيل والقال والموسيقى والأغاني، وقد شغلوهم يا أحبابي إخواني بأمور فارغة تافهة يا أحبابي إخواني؟ والله شباب أمة النبي محمد الآن يا أحبابي إخواني في الله، إنه يا أحبابي إخواني في الله يؤلم القلب على ما نراه، إلا من رحم ربي تبارك وتعالى. قد شغلوهم بالملهيات والمسكرات والمخدرات وكل ذلك أحبابي إخواني في الله ليضيع هذه الأمة، ولكن بإذن الله لن تضيع. قد تضعف الأمة وقد تمرض الأمة، ولكن لن تموت بإذن الله، لن تموت بإذن الله رب العالمين. هذا هو الموقف الأول، موقف الفداء لعلي رضي الله عنه وارضاه. أما الموقف الثاني أحباب إخوان في الله لسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه بأبي وأمي رضوان الله عليه. سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه يوم الخندق يا أحباب إخوان في الله، يوم الخندق يوم مهم في حياة سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. يوم الخندق ماذا فعل سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه؟ سيدنا علي أيها الأحبة في الله في يوم الخندق، يوم أن خرجت قريش يا أحباب إخوان في الله، وخرج الأعداء يا أحباب إخوان في الله، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم يا أحباب، وهي التي تسمى بغزوة يا أحباب الأحزاب، وتسمى كذلك بغزوة الخندق يا أحباب إخوان في الله. يوم أن أشار سيدنا سلمان على رسول الله بالخندق، فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم لأمر سلمان وقد قاموا بالخندق. وكان يا أحباب إخوان في الله، وكان الخندق خندقا عظيما كبيرا جدا يا أحباب إخوان في الله. جاءت قريش يا أحبابي بأحزابها أحباب إخواني، هي الغزوة التي قال ربي تبارك وتعالى فيها: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نعم يا أحباب إخواني في الله، جاءوا بعددهم وبتعدادهم، النبي صلى الله عليه وسلم من داخل المدينة، داخل المدينة، والأعداء من أمام الخندق يا أحباب إخواني في الله. نعم، اسمع ماذا كان الحال يا أحباب إخواني في الله. ما استطاع يا أحباب إخواني في الله، ما استطاعت قريش أن تخترق الخندق إلا جماعة أو عدد قليل من فرسان قريش يا أحبابي، على رأسهم رجل كان يعد بألف رجل، رجل كان يعد في قريش بألف رجل. أتدرون من هو؟ إنه عمرو بن ود. هذا يا أحباب إخواني في الله، هذا العدو الغاشم عمرو بن ود يا أحباب إخواني في الله، استطاع بفرسه أن يا أحباب أن يجتاز الخندق يا أحباب إخواني في الله، وأخذ يجول بفرسه. ولن تتخيل أنه كان يبلغ من العمر كم؟ تتخيلوا كم عمرو بن ود؟ ابن 30 سنة، طب 40 سنة، طب 50 سنة تمشي معك. عمرو بن ود يا أحباب إخواني في الله كان قد تجاوز 80 من عمره، 80 سنة، وكان يعد بهذه القوة أحبابي. فأخذ يستفز الصحابة وينادي فيهم ويقول لهم، أي يقول لهم: يا أصحاب محمد، أين جنتكم؟ أين جنتكم التي تقولون عنها؟ أين الحور العين؟ أين ما تقولون عنه من نعيم قد أعد لمن قتل في سبيل الله؟ هل من مبارز؟ فإذا بسيدنا علي يقوم ويقول: أنا لها يا رسول الله، أي المبارزة، أنا لها يا رسول الله. يقول له النبي: اجلس يا علي، إنه عمرو، اجلس يا علي، إنه عمرو. فيستفزهم أكثر ويقول لهم: هل من مبارز؟ إلى أنه قام في المرة الثالثة علي رضي الله عنه وارضاه، قال: أنا له يا رسول الله. تذكر الموقف، غيرة هؤلاء الشباب الذين تربوا على قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم. فيخرج علي رضي الله عنه وارضاه يا أحباب إخواني في الله، ويصل إلى عمرو بن ود، فقال له: إني أدعوك إلى واحدة من ثلاث،
أدعوك إلى واحدة من ثلاث، يعني اختر لك واحدة من ثلاثة يا عمرو. قال قل يا ابن أخي، قال قل يا ابن. قال الأولى أدعوك إلى أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أما هذه فلا، ائتي بالأخرى. قال أما الأخرى أن تعود سالما إلى أهلك، عد إلى بلادك، عد إلى مكانك، عد من حيث أتيت إلى مكة. قال أو تريد، هذا الكلام لا يرضي حتى نسوان قريش، فكيف بعمر بن ود؟ قال أما الثالثة فإنها المبارزة والقتال. فقال عمرو بن ود بكبرياء يا احباب اخواني في الله وباستحقار لسيدنا علي، قال في عظمة وهو ليس بعظيم، قال له ولكن يا بني يا ابن اخي لا احب ان اقتلك. قال علي رضي الله عنه وارضاه ولكنني انا احب ان اقتلك. فقال له عمرو بن ود من انت يا غلام؟ من انت يا ابني؟ قال يا ابن اخي من انت يا ابن اخي؟ قال له انا علي ابن ابي طالب. قال ابن عبد مناف، شوف ابن عبد مناف لأنه قلت لك تجاوز السن 80 سنة، بقول له أنت من عيلة بني عبد مناف؟ قال نعم. قال إن في أعمامك من هو أسن منك فليخرج. قال لا، أنا لها لتلك المبارزة. فما كان من عمرو بن ود إلا وأن استجاز غضبا يا أحبابي، غضبا شديدا، فأخذ سيفه وأخذ يموج وأخذ يروح ويختال بفرسه، فنزل بضربة استطاع سيدنا علي أن يفتديها. ثم علي الذي تربى على يد رسول الله تمكن السيف من يده، فما كان من علي إلا على حبال عناقه فقطعها، فاستطاع أن يسقطه أرضا. ثم جاز عليه بضربة أخرى فكبر سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، فكبر الصحابة، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمرا قد قتل لأحباب طالب الله. إنه علي رضي الله عنه وارضاه، إنه تربية النبي صلى الله عليه وسلم، إنه علي زوج حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه علي أبا الحسن، إنه علي أبا الحسين رضوان الله عليه، إنه سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله عنه وارضاه، صاحب المناقب، صاحب الأوسمة. هذا هو سعد بن أبي وقاص. لما سأله سيدنا معاوية، قال له سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه يا سعد ما منعك ألا تسب عليا؟ يعني اذكر لي من فضائل سيدنا علي، ودعكم من الخلاف الذي وقع بين سيدنا معاوية وسيدنا علي. نعم وكان الحق يا أحبابي في دفة سيدنا علي، هذا ما ندين به لله. وسيدنا معاوية قد اجتهد يا أحبابي إخواني في الله، ولكن لم يحالفه الصواب يا أحبابي إخواني في الله، وكان الحق مع سيدنا علي. نعم ولكنهم إخوة، كلهم من رسول الله قد يعني اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أحباب إخواني في الله اسمع إلى سيدنا سعد. قال له بإحدى ثلاث، يعني عندي ثلاث أمور جعلتني أكبر أو أعظم علي وأن أقول في علي. قال أما الأولى فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعلي لما خلفه في غزوة تابوك، قال يا علي أنت خليك على النساء والصبيان. فبكى الإمام علي وقال يا رسول الله، هو تخلفني على الصبيان والنساء؟ يعني دي مكانتي يا رسول الله. فإذا برسول الله يعطيه الوسام، أو يعطيه وسام ليس بعده وسام. أتدرون ماذا قال للنبي؟ قال يا علي أما ترضى أن تكون مني كمثل هارون من موسى عليه السلام؟ ولكنه لا نبي بعدي. نعم يا أحبابي هذه الأولى. أما الثانية يا أحبابي إخواني، قال سيدنا سعد رضي الله عنه وارضاه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة في الله، أنه لما نزل قول الحق تبارك وتعالى في المباهلة يا أحبابي إخواني في الله، قل فادعوا أنفسكم وادعوا ونساءكم وأبناءكم، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن نادى على سيدنا علي وفاطمة رضي الله عنها وارضاها والحسن والحسين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل قول الحق تبارك وتعالى أحباب إخواني في الله عن المباغلة التي جاءت في سورة آل عمران يا أحباب إخواني. أما الثالثة يا أحباب إخواني في الله التي ذكرها سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عند فتح خيبر، قال لأعطين الراية غدا لرجل يحبه الله
ويحبه الله ورسوله وهو يحب الله ورسوله. وهذا ما ينقلنا لهذا الموقف يوم خيبر يا أحباب إخواني في الله. عظم الأمر واشتد الخطب يا أحباب إخواني في الله. ويا أحباب إخواني في الله، ما استطاع الصحابة في أول يوم ولا في ثاني يوم أن يخترقوا وأن يفتحوا خيبر يا أحباب إخواني في الله، حتى حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أمي. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في يوم من الأيام وقال لهم: غدا سوف أعطي الراية لرجل، اسمع، سوف أعطي الراية لرجل، اسمع، يحب الله ورسوله وهو يحب الله ورسوله. يعني الله ورسوله يحبون هذا الرجل، وهذا الرجل يحب الله ورسوله. قال سيدنا عمر: ما تطلعت إلى الخلافة، ولا تطلعت إلى الإمارة، ولا تمنيت أي مسؤولية، ولا تمنيت أن أكون قائدا أبدا، إلا في تلك اللحظة تمنيت أن أكون أنا. وفي الصباح اجتمع الصحابة ووقف الناس ينتظرون أحباب إخواني في الله يدفع النبي صلى الله عليه وسلم الراية لمن. وبالفعل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله، إن بعينه بها رمد، يعني يشكي عينه يا رسول الله، أو عيناه. فقال النبي: أدعوه. فجاء وقد وضع يده على عينه، فدخل على رسول الله، فبسق النبي بريقه فمسعها، فصارت أفضل من الأول أيها الأحبة. ثم قال له: انطلق يا علي، انطلق ببسم الله. فانطلق علي رضي الله عنه وارضاه ليفتح خيبر يا أحباب إخواني. فقال: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ أقاتلهم حتى يكونوا مسلمين زينا يا رسول الله؟ قال: يا علي، أدعوهم إلى الإسلام. يا علي، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني يا علي، لو واحد بس من أهل خيبر أسلم، خير لك من أن تعطى خيبر بما فيها من أموال. إنه علي رضي الله عنه وارضاه، صاحب المواقف التي لا تعد، رضوان الله عليه وارضاه، شهيد المحراب رضي الله عنه وارضاه، الذي قتل غدرا رضوان الله عليه ففاز بالشهادة أيها الأحبة في الله. جمعنا الله وإياكم مع سيدنا علي على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعنا الله وإياكم في الفردوس الأعلى. نعم، إنها مواقف لا تنسى. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والحمد لله يا رب العالمين.